انا صورت مع رابا بزاف ديال المشاهد وملي تفرجت فيهم بقيت كنبكي. ديك التصرفيقه اللي عطيتي مرملاق عيني كانوا غادي يبقاو مزاقلي وخصوصا اختي بابا استاذ محامي وانا ما نقدش التصرفيقه هو ديك اللي تعضى كدوز لينا الضمير قلت الحرفه ما كانتش كتهضر معنا ملي كتكون مقلقه كتمشي عند سيدي عبد القادر تقول حبيب ديالي والله الا كنا ضربناها باتانا ناري والله اذا سيداتي سادتي شكرا بعد انكم عطيتوا لبنتي شدت الميكرو حيت انا محنيه بالصحه وراحين زين بحال الحب ديالي لعطيك الصحه يا بنيتي وخليك ليليا الفنه مرضيه مع امك شوف انا من اول ما شفت رباب في الكاستينج اللي دارته الشركه المنتجه واللي داروا المخرج دريس الروخ اول حاجه بعد ملي دخلات قلت لهم شكون هادي قال لي هادي اللي غتلعب بنته قلت لها جيبي كرسي وجلسي حدايا دونك من الاول داكشي خاصو يتانستالا دونك ملي تانستالا وهي مازال عاقله قلت لها شوفي انا وياك خصنا نبقاو نجلسو نديرو بوز مع بعضياتنا نهضرو مع بعضياتنا بوندون هذاك شونجمون ديال ديكور ولا لوميير تكوني حدايا نضحك انا وياك يعني داكشي باش يكون تري سبونطاني انا حسيت يعني ربما دنيا الا كان عندها بنت في القد ديال السن ديال رباب هكاك خصني نكون معاها وهكاك مطلوب مني اني نكون معاها لان الام الا بغات تكون قريبه من ولادها خاصها تكون صاحبتهم سواء للدري سواء للدريه دونك هكا مشيت انا مع رباب تنقول الحمد لله ربما توفقت هذا هو اللي خلى الناس توفقت يا ماما توفقت باقا شاد الراكور يا ماما لانه انا سكنت بالشخصيه ديال حنان حنان الام حطيت راسي في بلاصه واحده اخرى عندها بنت في هذاك السن وكتعيش نفس الظروف شنو ممكن يكون رد الفعل طبيعة الحال غيخرج لك الخوف ديال الام على بنتها خوف على مستقبلها ما بغاهاش تعيش داكشي اللي عاشات صدقوني الا قلت لكم انا كتبت انا صورت مع رباب بزاف ديال المشاهد وملي تفرجت فيهم بقيت كنبكي وخصوصا المشهد ملي كنت كنقول لها انت ديالي انا امك انا باك وانت ديالي انا بوحدي وانا فعلا بكيت وانا كنتفرج لقيت راسي كنبكي وكنقول علاش بكيت دونك انا مادام بكيت يعني قدرت نوصل داكشي اللي باغا تقولو شحال من ام لبنتها وما عارفاش كيفاش تقولو انسانه حنينه وغزاله وظريفه واللي ما عرفها معرفتها خسرها ومعرفتها شي حاجه اللي كبيره بزاف بالنسبه ليا ساندتني من اول نهار شفتها فاش كنا كنقراو السيناريو ما عمرني تلاقيت بها وكنت من ديما باغا نتلاقى بها وعجبتني بزاف وبغيتها كنا بحال صحابات فاش كندخلوا بلاطو كتكون بنت امها عطاتني واحد الطاقه كبيره وعاونتني بزاف داكشي علاش كنشكرها بزاف حيت فاش لو كوميديان كيعطي الا وهذاك اللي معاه لعب معاه مزيان وهي تبارك الله كانت غزاله بزاف ونصحاتني وشحال من حاجه عطاتها زعما عاونتني بزاف ما نكذبش عليك شوف اجمل ما كاين انك تساعد انسان يا تساعد الانسان ويعترف بهذه المساعده ديالك ويمشي في ديك 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 النصائح اللي عطيتيهم وديك الطريق اللي وصفتي به الخايب هو انك تعاون شي حد اللي جاحد فبيان سور كتستنتج بان الجحود ورد فعله جاي من البيئه اصلا من هو جاي شنو الحوايج اللي زوينين بغيتيهم في ماماك حنان داك النشاط ديالها واحد الشعبيه بزاف ونشيطه كتحسوا بالرواج اوكي والحوايج اللي ما بغيتيهمش في ماماك حنان يكونوا ديك التصرفيقه اللي عطيتي لا هو شوف العصا ما تخلي من عصا سولوها واش كانت حقيقيه هي ما عرفتي شنو ونقول لك وعلى غفله هي ما كانش كتصورها لانه عرفتي رد فعل طبيعي البنت كتقول لما انت اللي ما بغيتيش باك انا بغيته ما دارتيش كيفاش غادي يكون رد فعلك لو كان كنتي ام مرملاق عيني كانوا غادي يبقاو مزاقلي ولكن كنت غنوحل مع بابا وماما الحقيقيين وخصوصا اختي بابا استاذ محامي وانا ما نقدش ما قد على دعاوي الله وسط 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 العمل ككل كانوا عندنا مشاهد اللي درنا فيهم مشاهد ارتجاليه هذيك مشاهد الارتجاليه اللي كانت غير متوقعه ها كانت تكمله المشهد او زايده في محليه شويه المشهد كان ممكن تزول ولكن في المونتاج بقات لانه المونتور عرف القيمه الفنيه ديالها وخلاها و بصح
الصراحه راك شفتي الكاستينغ ديال العمل كامل ولله الحمد خدم بواحد الحب بكل بساطه. انا حسيت حنان، انا تسكنت بحنان. كان بالنسبه لي تحدي، خصوصا انه العوده من بعد واحد لابوز خديتها لحياتي الشخصيه وعود استئناف نشاطي الفني، كان خص هذاك العوده تكون قويه جدا. هذا اللي خلاني ان قربت اكثر من حنان بزاف، قلبت فيها بزاف لواحد الشخصيه اللي كتعيش واحد يعني واحد عندها واحد النقص في حياتها، الحنان الاب واللي كتقلب عليه لانه حنان ما كانتش تقلب على الراجل باش تزوج، حنان كانت تقلب على الحب، كانت تقلب على الاستقرار، عاطفه الاب في الرجل في الاخر. دونك ما كانش بالنسبه لها هي اون شوز اللي ما كتفهموش بنيسيغ، ما فهمتوش بنتها رباب، وبالنسبه ليها ام زهوانيه طايشه كتعيش المراهقه المتاخره اللي هي في الاخر ديال الفيلم عرفت. غادي نقول لك واحد الحاجه، انا بنفسي تفاجات في المشهد مني صورته وبقيت كنبكي في الاخر، اللي هو الدخول ديال الاب ديالنا. هو ماشي حقد، هو عتاب كبير، ما قدرش تعاتب. علاش ما قدرش تعاتب؟ لانها كتخاف من الاب ديالها. هما عاشوا الخوف، هذاك الخوف اللي خافت على بنتها هي اصلا منه. فهمتي حمني رباب ملي كانت كتسولني كتقول لي جدي ما تجبديش عليا داك الموضوع، فهمتي؟ والدخله ديالو، في الدخله ديالو رجعات حنان للطفوله، ديك التكيه على الحيط وديك ديال واش نسامحك واش نعنقك با واش مكادي. دونك اثرت في الجميع لانه خلات كلشي يبكي. انا حضرت لدوك المشاهد وانا كنتفرج كنبكي. هادي بنت اختي، هادي خالتي، صرفيقه هو ديك لا تعضه كدوز لينا الدومين، كنت الحرفه كتدقى فينا بالعصا. هي غتجلس ديري لها بلايصه. انا كيف ما قلت لك دنيا عاونتني بزاف، كان لو جو ديالها حقيقي، داكشي علاش لعبت كنت سبونطاني بتلقائيه. انا وانا صغيره اهلا ماما صغيره. صغيره الحمد لله. رانيا راه كتحشم عكس المسلسل. دونك فاش كيكون لو جو سبونطاني كيعرف لو كوميديان يلعب. دونك دنيا كانت معايا، كانت حقيقيه معنا كاملين. معنا كاملين كانت معنا. وليدات لي شو هذا السطور الانستغرام وطاقات عباد الله هاجي تشوفوا رانا معدوده عبده ديالكم وخلات لاماره. بغيت نقول شكرا طاقم بنات العساس هذا العربي. العربي جا العربي جا العربي كلمه احسن كوتش في العالم. ما كايناش كلمه من مورا كلمه الدنيا خلاص كلشي. دندون انا نقولي مشكون نسمي عليك نسمي على دندون الحنينه. لا انا اللي كلش اللي عندي يا دنيا هو كل صباح كنت كنعرف المشكل ديال كل وحده وكل واحد فيهم اللي وقع فيه البارح. الزبله اللي وكنخوي وكيخويو وكيعمرو وكيمشي. مح عليكم كاملين. ميرسي العربي. مح عليكم. ميرسي العربي. ميرسي سلطانه نشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا لكم على الاستضافه، شكرا لسلطانه على التتويج ديالنا ديال مسلسل بنات العساس، كل واحد باسمه، مخرج، طاقم، ممثلين، تقنيين، شركه انتاج، شكرا لكم بزاف ونتمنى ان شاء الله نكونوا دائما عند حسن الظن ديالكم وبالتوفيق للجميع. شكرا لكم بزاف. الله يخلي ليها الغالي. امين. سيدي عبد القادر سيدي عبد القادر باين الغالي. لا 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 الغالي الدار البلاصه ديال عبد القادر. يا خويا لا لا ولكن سيدي عبد القادر ما كنتش كتحضر معانا. ما كنتش كتحضر معانا ملي كتكون مقلقه كتشعل سيدي عبد القادر تقول الحبيب ديالي. لا وما ننساش واحد النهار اتا قالت لي انا بغيت نمشي عند ولدي، توحشت ولدي، انا اختي توحشت ولدي. الله يخليه لك دندون. الله يخليه لك احبيبه ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.